شاعر ضيف الله سميري المملكة العربية السعودية الرياض لعمر 36 سنة. الشعر يعتبر بالنسبة لي نفس أتنفسه وهواية أحترفها. والله اللجنة من أول موسم لشعر المليون وهي تقييمها واضح، يعني الشعر الحقيقي يأخذ مكانته عند اللجنة وعند الجمهور، وهذا هو اللي تبحث عنه اللجنة باختصار يعني. فإحنا نقدم شعر ونسأل الله التوفيق. كبرت رغم أنك كبير وموقفك دايم كبير، اليوم هذا عقدك الأول يبلغك التمام. قدمت بشيء كثير وندري أن عندك كثير، في كل حين نشوف لك خطوة، في كل حين نشوف لك طلة وخطوة للأمام. أنت الوحيد اللي ما حد مثلك ولا مثلك يصير، ما مر وامثالك على الأجيال من 200 عام. حضرت في الدنيا بعزم خارق وخير وفير، وحدثت ثورة فكر في الصورة وفي فن الكلام. تسابقوا لك متقنين الغوص في البحر الغزير، كل يبي في متحف أمجادك يعلق له وسام. ضيف الله شاعر، لكن شخصية النص منه يا أبو ضيف الله اللي حنا اليوم حاضرين في ضيافتها؟ شاعر المليون يقصد. شاعر المليون البرنامج. نعم ضيف الله شاعر متمكن ونعجبني النص للأمانة. ما يطول عمرك أبو خالد. ضيف الله القصيدة جميلة حقيقة، يعني أنا أعجبني تداول الشاعر بالمعاني اللي يريدها، كيف يعني طرحها وكيف تداولها من خلال التسلسل ومن خلال التصوير. اليوم هذا عقدك الأول، نقول موسمك الأول لأنه عمر البرنامج 15 سنة. قصيدة جميلة يا ضيف الله. ضيف الله فعلا قصيدة مميزة، وأنا أجيزها أيضا، وبذلك تنتقل معنا للمرحلة التالية بإجازة الجميع. شكرا لك.